انطلقت اليوم أعمال رعاية الصحافة الجارية والتي تضم 14 صحيفة حرة ناطقة بالعربية والفرنسية. المناسبة رأس نائب رئيس المجلس الأعلى للإعلام علي جبرين محمد طاهر صالح. بهدف توحيد الرؤى وإيجاد أرضية خصبة تجمع شمل الصحافة المقروءة الحرة والدفاع عن نفسها والمنافسة الجادة أمام تحديات التقنيات الحديثة، جاءت انطلاقة رسمية لأنشطة رعاية الصحافة الجادية الحرة المقروءة لتدون اسمها تحت راية مكتبها الجديد الذي اشتمل على 14 عضوا للصحف المقروءة، اثنتان منها عربية والباقية بالفرنسية، اثنتان منها إلكترونية. رئيس المكتب الجديد ألادوم جيدا تحدث عن الكوكبة الصحفية الجديدة للصحف الحرة المقروءة مرحبا بجميع أعضائها تحت مسمى هذا الكيان، مبرزا في الوقت ذاته إلى أهداف هذه المجموعة وهي الدفاع عن المصالح وتوفير إطار التنمية الاقتصادية والمساهمة في الإصلاح البيئي للصحافة والالتزام الأخلاقي لمهنة أخلاقيات الصحافة وجعل أعضائها قادرة على تحمل مسؤولياتها مع تقنيات جديدة ومبتكرة، مضيفا أن رعاية الصحافة ستعمل إلى جانب السلطات في البلاد وفق قانون الإعلام الجديد في تشاد. هدف هم قوم بهذا هدف يعني كويس وهدف يعني منسجم مع هدفنا مجلس الأعلى للإعلام، لأن هنا في مجلس الأعلى للإعلام جيدين نخرج في التوازن في الصحافة، ولكن الكثير من ما بعرفوا من أهدافنا من بيساقنا في HCC حماية عن الصحافة وغارنتي عن الصحافة. جدير بالذكر أن المكتب الجديد مكون من 8 أعضاء يمثلون 14 صحيفة حرة.